يكون الواحد في عافية في دينه، فيذهب وينقر في الشبه، في شبه أهل الباطل وفي شبه أهل البدع، فلا يلبث أن يخرج إلى البدعة ويكون مع أهلها، لأنه قد يتأثر بهذه الشبه. لذلك كان السلف رحمة الله عليهم لا يستمعون لأهل البدع أبدا. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى لا يسمعون لأهل البدع أبدا، ولا يمكنون آذانهم ولا قلوبهم من سماع كلام أهل البدع، ولا يمكنون آذانهم ولا قلوبهم من سماع أهل البدع لعلمهم أن الكلام قد يضر سامعه، وكان باب جدال أهل البدع مغلقا لديهم، مغلقا لديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن ثم لا يلبث أن يتبعه. الدجال يدعو الناس إلى كلام بين البطلان، يقول: أنا ربكم، يدعي الربوبية. ومع هذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السماع إليه، وأمر بالبعد عنه، مع أن شبهته وكلامه بين البطلان، واضح الخطأ، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنأي عنه والبعد عنه.